اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. موضوعنا لنا اليوم حيكون على تدخل الجده والجد في تربيه الاحفاد. تابعوا معنا نروحوا نشوفوا وش يقولوا لنا الاولياء الجزائريين على هذا. تدخل الجده والجد في تربيه الابناء، يعني في تربيه اولادك، كيفاش تشوفها انت؟ هو في الحقيقه يعني الانسان ملزم باش يبر بالوالدين ديالو، وباش الحق لهذه المرحله هذه وين يعني راح يقدم حاجه للابناء ديالو في خصوص التربيه، هو راه ديجا جابها من عند والده. يعني ما يقدرش ينتقد تدخل الجد والجده في التربيه، لانه تربيته هو المصدر تاعها راهو من 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 الاب والام تاعو. تدخل الجده والجد من حقهم، باسكو انا اصلا ما نهضرش مع بنتي قدام يما ولا قدام بابا. يعني انت عادي وتقبل باش تدخل الام تاعك في تربيه ولادك؟ من حقها، من حقها بالفرح والسرور، ونورمال زعما ماشي حاجه تجينيني ولا. كتجربه شخصيه، تدخل الوالده تاعي، خاطرش الوالدين تاعو بعاد، الوالده تاعي في التربية تاع ولادي خلى يعني بصمة كبيرة البنتي لوليدي، خاطرش أنا ماشي أنا اللي ربيتهم، هي اللي ربيتهم بحكم أني إنسانة عاملة. الجدة الأم تاعي هي، أنا إنسانة عاملة، هي اللي دبرت راسها فيهم، طولت بالها معاهم، علمت لهم أمور اللي بالك أنا ما علمهم لهمش. أنا شوي كونتر، سي لي بارون هما اللي ربوا الدراري، سي با لي كرون بارون. مانيش داكوغ، باسكو ما يربوهمش كما كانوا يربوا ولادهم، حارسين عليهم، شغل يولوا يفشوا فيهم باش التربيه. التربيه تاع الاولاد سي لي بارون، سي با لي كرون بارون. لي كرون بارون نو، انا بور مو نو. ميم ديجا في الفاميليا عندي بزاف اللي تربوا مع الجده والجد ما ترباوش مليح. يعني ممكن مساعده، ممكن مساهمه، ممكن ما باش تكون تدخل مباشره ما 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 يمكنش. يعني معناها تكون طريقه غير مباشره. خاطر الجده والجده تدخل مباشره في الاولاد، راح في التربيه راح يكون شويه فيه ميوعه على الاولاد شويه ان شاء الله. تسمى جدهم ولا مالهم ولا منا تدخل في التربيه تاع اولادهم. اي وي هذا حق، هذا بيان سور مليحه. انا واش نقول لك، انا تدخل الجد والجده على تربيه الاولاد حاجه مليحه، بون ترفد من عندهم ديجا طبعه تاع بكري كما يقولوا، يرفد عليهم حاجه نصائح كما يقولوا معتبره وشابه كما يقولوا. كي الشيخ الجد والجده تعطيك نصائح، تعطيك نصائح كما يقولوا احنا تدخل للقلب ديريكت، للقلب ديريكت كما يقول الاكسبيريونس كما يقولوا. غدوه من غدوه كي تنوض هذاك الشاب ولا هذاك الشابه تنوض على اساس تربيه الاجداد والاجداد والاجداد. وتحيه الجزائر. الدراري ولادك جداتهم ولا جدهم ولا يسقي عليهم يربيهم منها، هذه سي نورمال حاجه ظاهره. بون بابا الله يرحمه، بصح يما انا نقبلها تدخل، باسكو علاه لو كان ماشي يما انا ما نكونش، فهمتني؟ يعني عادي الام تدخل لك في التربيه تاع اولادك؟ عادي جدا، وفي الدين تاعنا كاينه، فهمتني؟ عندك حاجه في الوقت اللي ما تخليش مالك يدخلوا في الابن تاعك، قال لك لا تطيع ابويك فيما يغضب بالله. دوك الا راهم يربون في حوايج تغضب الله، هذيك تقدر انت ما تطيحهمش، بصح الا كانوا حوايج اللي ما عباليش انا في كل حاجه. دوك الا عندك لي بارون تاعك قاريين هم يعاونوهم يقريوهم لك، اذا في الاخر يعاونوهم يربيهم، يشوفوه لابس لبس هذه تاع الحضاره تاع دركا يسقيو عليه، انت ما لازمش. انت راك غايب، انت غايب، راك غايب هاك في ليترونجي يخدم ولادك هم هنا، هم عايشين مع خالهم ولا عمهم ولا جدهم ولا شكون يربيهم؟ انت يا راك في طرف تنبور البحر. ايه ولا لا؟ الاب تاعك هو مشاركك في التربيه تاعك؟ بيان سور مشاركني 100% قاعد 200%. من بنتي تحب تعشى عندها، تحب تفطر عندها. الوالده نتاع المراه ولا الوالده نتاعي اوتوماتيكمون رايحه عندها اكسبيريونس، كيفاه الاكسبيريونس هذيك ترونسميتيها لواش يسميوه لولاد ولادها. نقبل، لا ما نقبلش، نقبل يتدخل الاب والام ديالي، لانه ابي وامي والدين وبالوالدين احسانا. وكان بالك تشوف كان حدود، كان تشوف باللي باباك ويماك يفشوهم شويه يعني يدللوهم. معليش يعني ميزه اوبسيون للدراري، سي اون اوبسيون. الاب والام الجد والجده اوبسيون،